السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في جولة. الألوان هي الإضافة الجميلة والنكهة المميزة لكل ما في الطبيعة من موجودات ومخلوقات، فمش ممكن نتخيل الحياة بدون ألوان، فهي اللي بتطفي عليها سحر جمالها واختلافها وتميزها. فالألوان بدرجاتها واختلافها ساهمت كتير في التعبير عن ثقافات الأمم والحضارات منذ القدم. راح نشاهد اليوم كيف بتم صناعة الألوان قديما وحديثا، وكيف بتم صناعة فرشات ولوحات الرسم. لكن قبل لا نبلش، لا تنسوا لايك للفيديو وتشتركوا بقناتي سامي مجتهد. انطلاقا من الماضي ولغاية القرن 19 ميلادي، كانت الأصباغ الملونة اللي بتستخدم لصناعة الألوان طبيعية المصدر، فاستخرجها الإنسان من النباتات وثمارها أو جذورها أو من الحشرات والمعادن وغيرها من الأشياء. في عام 1956 اكتشف أحد العلماء الكيميائيين بالصدفة صبغة صناعية خلال تجربة خاصة لداء الملاريا على قطران الفحم، والتي نتج عنها اللون البنفسجي الذي قام لاحقاً بتجربته وصبغه على نسيج الحرير وتقديمه كاختراع جديد للألوان. وبذلك مهد هذا العالم والذي يدعى ويليام هنري بيركن لصناعة الأصباغ الصناعية من خلال التجارب الكيميائية المختلفة التي ساعدت على إنتاج الألوان، وبنفس الوقت دعمت بعض الاختراعات والتجارب في مجال التصوير الفوتوغرافي وصناعة البلاستيك والطب الحديث وغيره. فالبعض يبدع في استخدام نوع محدد في رسم لوحاته، والبعض الآخر لا يستغني عنها في رسمه. ولكل نوع من هذه الألوان خصائص واستخدامات وأسعار وأشكال وأدوات رسم خاصة، كالماء وفرشاة الرسم ونوع القماش وغيرها من الاحتياجات، كما أن لكل لون طريقة استخدام مختلفة لرسم لوحات متقنة. يستخدم في فن الرسم العديد من أنواع الألوان اللي بتختلف طبيعتها وطريقة استخدامها، فالألوان عالم مفتوح ما إله حدود، وأبرز هاي الألوان ألوان الكريليك والزيتية والمائية، ولكل نوع طريقة صناعة معينة راح نشاهدها الآن. في السنوات 70 الأخيرة جرت تطورات عظيمة في مواد التلوين، كان إحداها تطوير مادة الأكريليك والتي يمكن استعمالها على أي سطح حتى المعدل التلوين الزيتي. ما يميز الأكريليك أن الألوان واضحة وبراقة وتدوم وقتا طويلا، فالأكريليك بعد أن يجف يكتسب مناعة ضد الماء والزيت والتغيرات المناخية. لقد طور الأكريليك عندما احتاج مهندسو الأبنية وصانعو السيارات إلى مادة تقاوم الحرارة والرطوبة، وبما أن الأكريليك يصنع من صمغ صناعي يشبه البلاستيك، فهو يجف حالما يتبخر منه الماء، وعندما يجف يصبح صلباً وغير قابل للذوبان في الماء أو الزيت. ولكن هذه الميزة قد تسبب مشكلة للفنان الهاوي، فقد يجف الطلاء على الفرشاة، الأمر الذي يتلفها ويصبح من المحال استعمالها مرة أخرى. لذلك على الفنان أن يبقي الفرشاة في الماء طوال مدة التلوين، وعند الانتهاء قد يرغب بتنظيفها بالمواد النفطية. إذن فالأكريليك قبل أن يجف يمكن تخفيفه بالماء تماماً كالألوان المائية، والشيء نفسه عند مزج الألوان. الألوان الزيتية نوع من الألوان اللي بيستخدمها الفنانين والرسامين في تلوين رسوماتهم الفنية، وهي الألوان تعطي للوحة حس النعومة وهي محاكية أكثر للواقع. الألوان الزيتية استخدمها أوائل الرسامين، وأهم مميزاتها أنها بتجف ببطء، فهذا الشيء بيتيح للرسامين تصحيح الرسمة بكل سهولة. كيف يتم استخدام الألوان الزيتية؟ بالبداية نقوم برسم الشكل المراد رسمه بالفحم أو قلم الرصاص، والفحم أفضل لعدم وجود مادة الرصاص وتفاعلها مع الألوان. وبعد الانتهاء من الرسم نبدأ بالتلوين، وهنا تسمى المرحلة الأولى بالتأسيس أو التحضير، وهي إخفاء القماش بكمية جيدة من التيربنثين وقليل من الزيت لينسيد أول. وهنا ستجف الألوان بسرعة، ونعود لرسم ما قمنا بتغطيته مرة أخرى ولكن بإتقان. وفي أثناء الرسم سنلاحظ بعض الإضافات التي يجب إضافتها حين اكتمال الشكل، فلا يمنع أن تضاف إذا كانت تخدم الشكل العام للوحة. الألوان المائية هي الألوان التي وسيطها مائي، أو بمعنى آخر التي تذوب في الماء، ويمكن الرسم بها بتخفيفها بالماء، وتعطي درجة من الشفافية العالية حيث لديها تأثير قوي على المشاهد، وذلك لدرجة النقاء والانسجام والتأثير الخلاب للألوان المائية والدرجات اللونية المتدرجة والفاتحة وخصوصاً الأبيض، وهذا غير متوفر في الألوان الأخرى.
توجد الألوان المائية في المكتبات بعدة أشكال، منها الجافة وتكون على شكل مستطيلات أو أقراص أو دوائر لونية جافة داخل علبة وتبلل بالماء بفرشاة قبل التلوين. والسائلة هي التي تعبأ في أنابيب أو عبوات صغيرة كالأصباغ والأحبار الملونة وتخفف بالماء عند التلوين. تحفظ اللوحات المرسومة بالألوان المائية داخل برواز وعلى اللوحة زجاج كي يحفظها من عوامل التلف كالماء والأتربة. لنقدر نرسم أكيد محتاجين أدوات، وأهم هاي الأدوات هي فرشاة الرسم، واللي بتعتبر وسيلة هامة جداً لرسم اللوحات بأشكالها المختلفة، سواء استخدمنا الألوان الزيتية أو المائية أو غيرها، وقد استخدمها الفنانون منذ مئات السنين لحتى تطورت في عصرنا الحالي وصار لكل نوع من الألوان صنف معين بأحجام مختلفة. لعبت الفرش دوراً كبيراً في عملية إنجاح العمل الفني، ويعتمد ذلك على حسن اختيار الفرشاة المناسبة لكل نوع من أنواع الرسم. لذلك سيتم التعرف من خلال هذا الموضوع على جميع أنواع الفرش وعلى طرق استخدامها حسب شكلها ونوعها. بداية، كيف يمكننا التمييز بين الفرشاة المخصصة للرسم بالألوان المائية وبين تلك المخصصة للألوان الزيتية أو الأكريليك؟ سؤال قد يطرحه الكثيرون دون معرفة الجواب، لأن الفرش تتشابه كثيراً من حيث النوعية والشكل الخارجي، لكن المتعارف عليه هو أن الفرشاة التي يكون مقبضها قصير تكون مخصصة للألوان المائية، والتي يكون مقبضها طويل تكون مخصصة للألوان الزيتية أو الأكريليك. هي متنوعة كثيراً، وأغلبها يستعمل للأكريليك والزيت معاً. الفرش المخصصة للألوان المائية غالباً ما تكون شعيراتها ناعمة وكثيفة كي تحمل كمية كبيرة من الماء. الأحجام الصغيرة لرسم التفاصيل الصغيرة والأحجام الكبيرة لملء المساحات الواسعة. عند الشراء يفضل اختيار الفرشاة المصنوعة من وبر الحيوان التي تعطي نتائج رائعة بالرسم. أما الفرش المخصصة للألوان الزيتية هي متنوعة كثيراً، وأغلبها يستعمل الأكريليك والزيت معاً للرسم الواقعي. يفضل اختيار الفرشاة ذات الوبر الناعم والقوي لأنها لا تترك أثراً على سطح اللوحة. أما للرسم الذي يظهر فيه ملمس خشن للألوان، فيكون اختيار الفرشاة ذات الوبر القاسي هو الأنسب، لأنها تحمل كمية كبيرة من الألوان السميكة وتترك أثراً جميلاً على سطح اللوحة. تعتبر لوحات الرسم من الأدوات الأساسية اللي بيقتنيها الرسام أثناء عمله، فهو يحرص على اختيار أفضل الأنواع لحتى يحصل على رسم مميز وفريد من نوعه. والمعروف أنه الإنسان منذ القدم قام بالرسم على كل شيء، فرسم على الحجر والمعدن والخشب، وعمل الفنان على تطوير الأدوات اللي بيستعملها للرسم، فأصبح من أكثر الأسطح اللي بتستخدم للرسم وأفضلها هو الرسم على القماش والخشب والورق. خلونا نشاهد الآن أهم اللوحات اللي رسمت عبر التاريخ. لوحات جمالها جعلها تنطبع في أذهان الناس. لوحة ثبات الذاكرة 1931 هي اللوحة الأكثر شهرة لسلفادور دالي. تعتبر اللوحة تحفة سريالية وتسمى في أغلب الأحيان بلوحة الساعات. إذا كانت لوحة إصرار الذاكرة تصور حالة حلم، فالساعات الذائبة والمائلة ترمز إلى مرور الوقت الغير منتظم الذي نشعر به أثناء الحلم. هل حدث واستيقظت متوقعاً أن الوقت هو منتصف الليل وتفاجأت أن الصباح قد أشرق بالفعل؟ بينما نحن غالباً ما نكون جيدين بتتبع مرور الوقت أثناء سعينا اليومي، إلا أن تتبع الوقت أثناء نومنا له قصة أخرى. أيضاً الساعات المائلة تشير إلى أن الوقت لا يوجد له أي تأثير في عالم الأحلام، ولذا فهي تذوب. لوحة الموناليزا هي لوحة فنية نصفية تعود للقرن السادس عشر لسيدة يعتقد بأنها ليزا جوكوندو، بريشة الفنان والمهندس المعماري والنحات الإيطالي ليوناردو دافنشي. وتعد الموناليزا اليوم تقريباً أشهر عمل فني في العالم، حيث يصل عدد زوارها إلى 6 ملايين زائر خلال السنة الواحدة. إلا أن الموناليزا لم تحظى بهذه الشهرة حتى مطلع القرن العشرين، حيث كانت في ذلك الوقت مجرد لوحة من بين اللوحات العديدة التي حظيت بتقدير عالٍ.
مع بداية القرن التاسع عشر بدأ الناس يمدحون دافنشي وساد اعتقادا حينها بأنه عبقري، ومن ثم بدأت شهرة الموناليزا تنمو تدريجيا مع مطلع منتصف القرن التاسع عشر. ويعود سبب شهرتها تلك إلى عدة أسباب مختلفة، من أهمها ابتسامتها التي وصفت بأنها غامضة ومبهمة، حيث حيرت العديد من الأشخاص، إلى جانب ذلك استخدامه لطريقة الرسم بمنظور من نقطة واحدة في الخلفية. وهنالك أمر يتعلق بجل التكوين الفني لهذه اللوحة والطريقة التي استخدمها في رسم المنظور الجوي، حيث يساهم كل منهم في إيصال الصورة الشاملة لهذه اللوحة. وبهيك أصدقائي بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. اكتبوا لنا في التعليقات شو أكثر معلومة استفدتوا منها لليوم، وفي الختام لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا بقناتي سامي مجتهد يوتيوب. وبهيك بحكي لكم إلى اللقاء.